عموته مدرب كبير وديجا كان في فريق الوداد البيضاوي وفاز معه بعصبة الأبطال وبالبطولة. عموته كان في الفتح حرز على ألقاب ومشى لإحدى الفرق الآسيوية وفاز معاه وفاز بالشان. يعني راه ماشي مدرب، راه مدرب كبير، راه عملاق، راه يكون توا عنده الشيما تاكتيك ديالو، توا عنده ما يقول. يعني راه يقدر عاوتاني اللي جا الوداد يدي معاهم جوج ألقاب ولا ثلاثة. عموش مدرب مزيان للوداد، كما كنا كنشوف في 2017 قدم واحد الموسم زوين، دا الشامبيونز ليغ ودا البطولة وخلى الفيران ديال السوبر، وهاد العام عاوتاني رجع ولقى الفيران ديال كأس السوبر. كيبان لي عموش هو اللي مزيان للوداد. بالنسبة لعموتا يعني كلشي كيعرف بأن عموتا راه مدرب كبير، وقبل من أنه يجي للوداد ديجا كان في الوداد، ويعني من مورا انه ودى العصبه ودى البطوله ودى سميتو مع فريق الوداد البيضاوي، انه كان مع المنتخب المحلي ودار شي حوايج لي زويونين. ويعني لولا يعني سوء الحظ لكان انه غيلعب ويدي يدي كاس العرب اللي تقامت في قطر. وبالنسبه للعموت انه يعني غيجي للوداد ديال الحين بوغ لو مومون، راه غيكون يعني ديجا هو عنده ليكسبيريونس كبيره وعنده علاقه كبيره مع اللعابه اللي ديجا هما بوغ لو مومون كاينين في الوداد، بحال حسوني، بحال تقريبا كاع اللاعبين، لا مترجي لا سميتو. ويعني عندي اليقين ان غيكون ان شاء الله غتكون سنه ان شاء الله مزيانه وسنه ديال الالقاب ان شاء الله. عموته مزيانه، تقول عموته الله عمر هضر، مدرب اطار واعر زوين، يبقى في الوداد ديما مزيان. علاش مزيان؟ يبدلوا شويه، يجيبوا واحد ولد بلاد بلا ما يجيبوا لنا اجنبي عاوتاني يبدا يتفلى عندنا ويدير لنا داكشي ديال والو. ولد بلاد اطار وطني هو راه ودادي عموته، قايل شي متعه. المهم اطار وطني مزيان، يخليه مزيان، هو مزيان احسن من انا. باقي يبان لي عموته الله عمر هضر ومزيان وفي الاخلاق ديالو ولا في كل شيء ديالو صراحه، ولد البلاد. يقدر يكون مدرب مزيان للوداد، حيت هو المسيره ديالو مزيانه ما شفنا فيها هو، ولكن دابا ولا غيدير فرص جديده وكل شيء.